دابا الناس سيدمنوا بان يعني ربما اللحوم البيضاء هي اقل نسبه من الكوليسترول ولا من الدهون من اللحوم الاخرى الحمراء، وهذا خطا، لان ملي تنهضروا على اللحوم هي فيها جوج مكونين رئيسيين، فيها الدهنيات وفيها البروتينات، هادو جوج المكونات اللي هي رئيسيه 20% تقريبا ديال البروتينات. هذيك الدهنيات اللي كاينه في اللحوم، تنهضر على اللحوم اللي خارج البحر اللي في الهواء تتنفس، فهذيك اللحوم البريه فهاد اللحوم يعني عندها قلت بان فيها البروتينات وفيها الدهنيات، والدهنيات الغير المشبعه، الدهنيات الغير المشبعه هي اللي تطلع لها نسبه السكر نسبه الكوليسترول، هي اللي تقدر تسبب لنا مشاكل ديال امراض القلب والشرايين. ولكن بطبيعه الحال ماشي الا تجاوزت الكميه اللي خاصني نتناول، يعني الا كنت متكثر من التناول ديالها. فالناس ملي تنهضروا على كاين هناك اختلاف بسيط، يعني اكيد غيكون هناك اختلاف ما بين الرنب وما بين الحجله وما بين قنيه وما بين هذا، كاين اختلاف بسيط، ولكن غير الناس ما يمشيوش، لان الناس كاين اللي تحيد كاع في مره اللحم الاحمر وتمشي 100% اللحم الابيض، هذا خطا. فاصلا في العادات الغذائيه ديال المغاربه كان دائما يعني الطاجين فيه كميه كبيره من الخضره وكميه صغيره من اللحم، هذه النقطه اللي هي ايجابيه ولي ريت انها تبقى. التناول ديال اللحم ماشي ضروري غادي يكون خطر وماشي ضروري غيكون مزيان، على حسب الجوده ديال اللحم اللي تنتناولو، لان اول حاجه خصنا نعرفو هو ذاك اللحم الاصل ديالو ولا المصدر ديالو منين جاي. الا كان التناول ديال الاطعمه ديال الحيوانات بشكل جيد، يعني كانت راعيه الرعاء مزيان، فهذه راه اللحم غيكون عندنا جوده مزيانه. الا كان الحيوانات مراعياش رعيه مزيانه ما غيكونش عندنا جوده مزيانه. فهنا ربما المستهلك ولا المستمع اللي تسمعنا الان يقول لك وكي غندير نعرف انايا كي غندير نعرف صحيح، انا تنمشي من عند الجزائر ما عنديش ما نعرف، متفق معاه. انا تنقول ان الحمد لله باقين في المغرب، اللهم لك الحمد، باقي عندنا لحوم طبيعيه، يعني انا تنعاودها وتنعاود نقولها. سي نبيل هي شيء اكيد سمعتي بزاف الناس تيتخوفوا من الدجاج البلدي، عارفينه بانه صحي، عارفينه بانه اقل دهون ياك من الدجاج الاخر. اكيد اقل دهون من اللحوم، يعني الدجاج كلها علاش؟ لانه تيتمشى، لان الدجاج البلدي راه تيقول لك هذا ما كان دابا تيتمشى، ولكن بعد خاصو تيتمشى في مناطق اللي ما خاصوش يتمشى فيهم وتياكل ان بو نامبورت كوا. واش ما تيصبحش بهذيك الماكله صعب من الدجاج العادي؟ راه تيتمشى في مناطق اللي ما خاصوش يتمشى فيهم، ما ديريش ليه البلاكه ديال ستوب تماما. لا ما غاديش يخلق مشكل، لان هو الدجاج البلدي بطبيعه الحال تنظر انا الاغذيه الطبيعيه، يعني ما تنظرش انه الا خذا اغذيه كيميائيه انه تيولي مشكل اخر. غير هو الدجاج البلدي تيمتاز على الحيوانات الاخرى، على الغميل والبقري والمعزي، انه عنده الصفايه في الجسم ديالو اللي هي القنصه او القنصه، تتكون فيها واحد الجليده رقيقه وتنحيدوها، فهذيك الجليده الرقيقه هي الصفايه، هي اللي تتمنع السموم اللي غادي تضر الحيوان انها ما تدوش للحيوان وبالتالي تيخرجها. فهذا الناس اللي عندهم فرصه انهم يتناولوا الدجاج البلدي. اجو لي عزيز عليه القنصه مزيان، ماشي مشكل، ما حتى شي حاجه، انت هذيك الجلده تتحيد تتحيد، دونك كيفي ملي تتحيد هذيك الجلده هي الصفايه من الجلده اللور، راه كلشي مزيان يقدر يتخاد، هذيك الجلده تتحبس ان ما تقدر يدوز حتى شي حاجه. لهذا فالناس اللي عندهم قادرين انهم ياخذوا الدجاج البلدي فيطمئنوا نفسيا بان كاع هذيك الامور اللي حنا تتبان لنا امور ماشي تلهيه واللي الدجاج ياخذها راه تتحيد وتتاليمينا، واللحم والدجاج ما تيدخلهاش الجسم ديالو. انا قلت بان اللحوم فيها كوليسترول فيها بروتينات، نسبة الكوليسترول تختلف من حيوان إلى آخر، ولكن هذا ما تعنيش أن ما فيهاش كوليسترول، يعني نسبة الكوليسترول اللي كاينة في الدجاج ربما تكون تختلف على الغنم على البقري على هذا، ولكن ما تعنيش أن ما فيهاش، راه فيها كوليسترول. دابا غنمشيو للسمك. ألوغ السمك ملي تنهضرو على السمك دائما كيف ما قلنا هو اللي فيه الشوك اللي فيه السنسور اللي فيه الحسك. ألوغ السمك تختلف على الحيوانات الأخرى، لأن اللحوم الأخرى هي دهنيات مشبعة، السمك هو دهنيات غير مشبعة. وماذا يعني هذا؟ يعني بأن السمك اللحوم الأخرى تترفع من نسبة الكوليسترول، السمك تخفض من نسبة الكوليسترول، السمك يقي من أمراض القلب والشرايين، السمك يقي من السرطان، لأن الزيوت اللي فيه هو الحيوان الوحيد اللي فيه دهنيات غير مشبعة. هالدهنيات الغير مشبعة هي اللي تلقاو في الزيوت النباتية تقريبا بحال بحال. فالسمك فيه أملاح معدنية أخرى، فيه فيتامينات أخرى، فيه حديد، اللحوم أخرى كذلك فيها حديد، فيه سيلينيوم مثلا، فيه بروتينات هو كذلك، وبالتالي فالتناول ديال السمك غيعطيني يقدر ينقص لي من الكوليسترول باختلاف اللحوم الأخرى، ولكن هذا على حسب طبيعة الحال كيفاش تناولناه.
لان ملي غنشد السمك وغادي نقليه في الزيت فهنا في عظمي هبط الكوليسترول وليت يطلع الكوليسترول في عظمي غيولي تيقيني من امراض القلب والشرايين غيولي هو مسبب لامراض القلب والشرايين. دونك الناس اللي تيقولوا بان بحال دابا تيسمعوا بان كاينه دهنيات في الحوت بحال السردين ولا السومو وبالتالي غادي نقدروا نغلاضوا فهما خاطئين. لا خطا لان لو بواسون غرا اي بلو ميغر كو لا فيوند ميغر. يعني الحوت الميدم هو اقل يدام من اللحم اللي ما ميدمش اللي ما ميدمش واضح واخا الا خدينا طرف ديال غير المقارنه غادي نرجع معاك للحم اسمح لي نرجع شويه للحم طرف ديال الصدر بيض مقارنه مع طرف ديال اللحم حمر هبره فيهم كوليسترول بجوج بحال ماشي الدجاج كاين اللي تيدير ريجيم وتيبقى ياخذ غير لو بلون ديال البولي عند باله بانه ما تياكلش نمشي معاك ابعد من هذا كاين اللي تيجي الكوليسترول وما كانش هو تياكل الدجاج البيض ولا تياكل غير الدجاج البيض راه ماشي هكا اللي ما فيهش كوليسترول هو السمك اما اللحوم الاخرى كلها فيها كوليسترول كل ما هو حيواني خارج البحر فيه كوليسترول اسماك ما فيهاش كوليسترول ما فيهاش بنفس الكميه اللي كاينه في اللحوم الاخرى فيها ولكن بنسبه قليله فوكي البحث تبقى فيها نسبه كوليسترول اللي هي مرتفعه وتستعرفني السي نبيل العياشي دائما في كل وتمعن تنرجع يعني الاطباق المغربيه القديمه جدا وهنا بغيت نعرف حيت دائما تتقول كاينه حكمه كاينين كاخطاء كذلك قليله مي كاينين بغيت نسولك على الخليع والمقيله واش هي اكلات لذيذه يعني لذيذه واش مفيده بغيت نقول لينا ولا لا خاصنا نفرقوا يعني باش نقارنوا ما بين الخليع ديال ديك الوقيته وما بين الخليع ديال دابا ما بين كيفاش كانوا عايشين الناس في ديك الوقيته وكيفاش عايشين الناس دابا الخليع ولا تيدار بزيت البلديه مزيان تيرقدوا الناس في زيت البلديه فالخليع هو طريقه باش نحافظوا بالتعليب للحوم شحال اللي كان تيدار في الشحمه لان حتى ديك الشحمه اللي كدير ديك الوقت ماشي الشحمه ديال هذا الوقت هذه خصنا نكون واعيين بها التناول ديال الخليع ربما كان ما كانش يتخاد يوميا كان تيتخاد ملي تتكون الشتا والبرد وما عندوش منين يمشيو يتقداو وغيديروا ديك الطواجين ديال الخليع ولا غيديروا مع اللوبيا ولا مع العدس هذيك كانت طريقه باش نحافظوا على اللحم الان انا عندي الخليع في داري الثلاجه عندي فيها الخليع ولكن ديروه في الزيت البلديه ما ديروش في الشحمه دونك نخلعوا في الزيت ما عندناش مشكل ناكلوه مره ما عندناش مشكل علاش انا قلت لك هي اخطاء وماشي اخطاء لان واخا كانوا الظروف اللي تكلت فيها ماشي هي كانوا تيحرقوا بزاف اكيد حنا الان ما تنحرقوش يعني ما يمكنلكش تقارن ان سيده كانت تخرج مثلا ما ناخذوا سيده في العروبيه كانت تخرج تتمشى 3 كيلومتر وهز الحطب على ظهرها وديال 10 كيلو الحطب وراجعه للدار وحنا دابا الان مقابلين لاسونسور الطوموبيل الدار لاسونسور الطوموبيل الدار الخدمه ما تنحرقوش فاكيد ان كاين هناك اختلاف في العادات في نمط العيش ككل اللي ادى الى اختلاف في 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 النظام الغذائي وابعد من هذا سميره ان حتى شحال هذه نفترضوا بانه خطا ما كانتش اخطاء كثيره حنا الان دابا عندنا اخطاء كثيره يعني باغي الخليع وباغي لي شيبس وباغي لي باتيسري وباغي لي بتي بان وباغي لي كواسون انا صافي